طيب واحد يقول لك الله اسرائيل بتدي حماس او بتوافق على 30 مليون دولار ليه؟ معقوله؟ ليه؟ اسرائيل عايزه انشقاق في العلاقات الفلسطينيه، حماس كانت ضد السلطه الفلسطينيه في رام الله. نعم. السلطه الفلسطينيه موافقه على اتفاق اوسلو اللي هو حل في اطار الدولتين. نعم. حماس بتقول لا مفيش دولتين. فبالتالي اسرائيل عشان تزيد انشقاق كانت بتدعم مين؟ حماس طوال الفتره. نعم. برضو اللي الساده المشاهدين يعرفوا غزه 2,200,000 ما فيهمش غير 50-60 حماس فقط والباقي اهالي غزه. 50-60 ألف. نعم. فبالتالي النهارده كانت حماس اللي بتصرف على الناس. نعم. فعشان كده اسرائيل في الفتره اللي فاتت سابت الاموال تدخل من قطر الى عن طريق تل ابيب. نعم. ده بالنسبه لايه؟ للاموال. الاموال. طب السلاح؟ نخش على السلاح. هو عارف تماما ان بقى لنا 6 سنين من اول ما الرئيس السيسي تولى المسؤوليه في مصر 2014 10 سنوات. اتقفلت كل يعني 10 سنوات لحد ما قفلنا يعني 6 سنين ما عادش فيه ولا نمله تخش. اتقفلت كل الانفاق كل المعابر وقعدنا في دي يمكن 2-3 سنين. الاول كانت في انفاق معموله بالرمل جبنا ميه من البحر ورحنا حاطين في كل الخط الحدود ميه فالرمل خد الميه وتقلت وقعت. دخلنا بقى كده على الانفاق الكونكريت اللي كانوا عاملين انفاق مسلحه اتقفلت كلها واتدمرت واتشالت. نعم. كان في غزه في حماس في غزه نقول ايه وزاره الانفاق. نعم. بتعدي بقى العربيات والبوتاجاز في مصر والكلام ده كله. نعم. الحاجه الاكثر من كده ايه؟ انت عارف كان في رفح الفلسطينيه. نعم. ورفح المصريه. نعم. الاثنين في بعض لازقين. أي. كنت تخش من البيت رفح المصريه تطلع الناحيه الثانيه او العكس. او العكس. عملنا ايه؟ كان ده موجود. كان ده موجود. نعم. عملنا ايه؟ تم لكن إنشاء ليس موجود الان على الاطلاق. ما هو بقول لك اهو تم انشاء مدينه رفح الجديده. أيوة. وشلنا القديمه. نعم. وانتهت اي علاقه الكلام ده من 6 سنين. نعم. 10 سنين سياده الرئيس تولى لكن بعد 4 سنين كانت انتهت القصه دي تماما واتقفلت هو يعلم لان احنا كنا ساعات برضو بننسق معاهم داخلين عربيات داخلين طيارات داخلين كذا هو يعلم تماما افراد عمر ما كان في مصر افراد من حماس عايشين عندنا او انت عارف الكلام ده واحنا في مصر عموما عندنا بنمنع لم تسمح مصر ابدا لا سلاح ولا اموال ولا حاجه اموال ما احنا قلنا من قطر تمام لا تمام. مره ثانيه بنتاكد السلاح اطلاقا بل بالعكس يعني كان بيجي لنا سلاح يعني الكورنيت اللي كان مع الارهابيين دوت دخل من عندهم من عند حماس لنا. نعم. عشان كده احنا قفلنا السكه دي هو عارف الكلام ده هو عارف تماما والاجهزه الامن بتاعته وكنا منسقين معاه فلما يجي النهارده يضحك على الشعب ليه الاتهام ليه النهارده بيقول كده؟ انا قلت لك عنده مشكله ازمه كبيره. نعم. النهارده اسرائيل كلها ايوه بس هو بيتكلم على مصر بهذه الطريقه ما هو هيقول انا عايز هو عايز يمنع اي اتفاق سلام النهارده لو اتحل مشكله ممر فيلادلفيا هيقول له جو بايدن بس وقع. احنا قرارنا واضح لا وجود اسرائيلي في ممر او محور صلاح الدين او فيلادلفيا احنا برضه على الاطلاق هنشرحها بعد كده. نعم. ليه؟ نعم. لان احنا هذا الكلام كان اتفاق انما كلامنا واضح وهو للاسف بيكذب النهارده قدام شعبه. نعم. وقدام الحكومه بتاعته وقدام العالم كله قدام لانه عايز يبرر ما حدث امس اسرائيل مولعه امبارح اصل ده معناه يا فندم انه مفيش اتفاق اصل مش هيبقى في اتفاق على حسابنا احنا خلاص لا انت على حساب امننا انت انا بالمنظر اللي عمله النهارده لا امننا وامن مصر ايوه وهنشرح بعد شويه ازاي تمت الاتفاقيه وايه قصه ممر فيلادلفيا هنشرحها بالخريطه عشان يبقى كل مصر فاهم ايه الصوره طيب ماشي. نبدا اول حاجه احنا بنشوف دلوقتي تغيرات كتيره جدا بتحصل وانت يمكن قلت في المقدمه النهارده الصبح في العالم مش في عندنا اولا شفت انجلترا عملت ايه نعم. قالت لك حوقف تصدير السلاح الى اوكرانيا دي هزه كبيره الى اسرائيل نعم فدي هزه كبيره الحاجه الثانيه ان النهارده حصل في المانيا نعم الانتخابات نعم المحليه لا دي اليمين انا حتى كتبت في الاهرام من 3 اسابيع
الى اوروبا تتجه الى اليمين. نعم. خد بالك في الثلاث سنين اللي جايين دول الموقف اوروبا هيتغير. نعم. حصل عندنا بقى ايه؟ تطورات في غزه، نشوف ايه اللي حصل. اتفضل يا فندم. فوجئنا اول امبارح ان اسرائيل لقت ست جثث من الرهائن اللي كانوا موجودين. اللي كانوا مع حماس. مع حماس. اولا واحد منهم امريكاني. امريكي وثلاثه منهم كان اسمائهم من الناس اللي هيطلعوا في اول افراج و حل السلام. نعم. الموضوع ده طبعا اتقتلوا. اتقتلوا. اه. طبعا حماس كانت عندها 125 رهينه. دول سته وواحد كان هرب من ثلاث ايام من الانفاق. يوم الخميس اللي يوم فات. يوم الخميس وقال لك ده احنا مسكناه. لا هو كان هرب. لا افرجوا عنه ولا حاجه. فالنهارده في سبعه خرجوا فاللي باقي كام؟ نعم. 118. نشوف الصوره اللي بعديها. امبارح بالليل فوجئنا ان بايدن قال ان انا عايز اعمل اقتراح نهائي ولو انه طبعا دمروا دلوقتي طبعا نتنياهو من ساعه. نعم. قال انا هعمل مقترح نهائي واحذر من رفضه وقال ان دي الفرصه الاخيره. تمام؟ كويس. نخش بقى على الثاني، انا عايز هنا بقى في الحته اللي جايه نشرح للمصريين ايه من قصه ممر فيلادلفيا وغزه. اتفضل يا فندم. خلاص. الصوره الاولانيه بتقول لنا ايه؟ بعد ما اسرائيل عملت الدوله بتاعتها كانت غزه تحت الاداره المصريه والضفه تحت اداره مين؟ الاردن. الاردن. خلاص؟ فضلت مصر من سنه 48 لحد سنه 67 تدير مين؟ غزه. قطع. القطر بتاعنا كان بيوصل الى غزه. نعم. وكان المصريين كل اسبوع يروحوا غزه ويشتروا حاجات ويرجعوا. نعم. خلاص؟ 67 اسرائيل دخلت خدت ايه؟ غزه. فاستولت على غزه من كام؟ نعم. الصورة اللي جاية من 67. أيوه. يبقى من 67 إسرائيل قاعدة في غزة بالكامل. أيوه. إلى 2005. نعم. 2005 شارون قال لك دي غزة دي قنبلة أنا مش قادر عليها. مشي. مشي. انسحاب. راح انسحب من غزة. أما جم ينسحبوا هنا بقى حصل إيه؟ تفاوض. تفاوض في إيه؟ راحوا عاملين تعديل لاتفاقية السلام بتاع كامب ديفيد. نعم. نشوف الصورة اللي جاية. نعم. الصورة اللي جاية بتقول لنا ده اتفاقية السلام بتاع كامب ديفيد. نعم. منطقة ألف. أيوة. دي اللي فيها قوات عسكرية. نعم. وأنا قدمت قائد كتيبة في الحتة دي وقعدت. نعم. أيام اللي فاتت. نعم. ألف. وبعدين المنطقة ب. أيوة. دي التانية. المنطقة جيم. اللي هي بالخضرة دي. أيوة. دي كانت زمان في طبقا لكامب ديفيد شرطة عسكرية. خلاص شرطه مدنية مصريه. مدنيه مصريه. وفوق غزه. فلما جم ينسحبوا بقى في 2005. قال لك هنعدل الاتفاقيه المنطقه جيم. نشوف الصوره الثانيه. ايوه. المنطقه جيم هنخلي فيها انتوا يا مصريين حرس حدود. نعم. تمام. نعم. احنا كمصريين فغير اتفاقيه ايه؟ كامب ديفيد. نعم. عشان تبقى الامور واضحه. نعم. وراح مدخل 2005. 2005 بدايه اول تعديل. بدايه اول تعديل. راح مغير اتفاقيه كامب ديفيد دي. ايوه. وخلاها حرس حدود. حرس حدود 750 عسكري. وراح قال ممر فيلادلفيا فوق. من غير قوات. مضينا احنا واسرائيل. نعم. راح تبع مين؟ كامب ديفيد. نعم. لان دي انت عدلت في اتفاقيه كامب ديفيد. نعم. اذا ممر فيلادلفيا ان ما فيهوش قوات ده تبع ما تبع ايه؟ نعم. كامب ديفيد. نعم. واتحطت مسوده كقاعد ملاحق. نعم. كامب ديفيد. نعم. خلاص. منطقه معزوله. منطقه عازله. طب نشوف الصوره عشان الناس تتخيلها. بص يا احمد. ايوه. ادي مصر. وادي العلم المصري موجود.